السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم أينما كنتم. معكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. بإذن الله تعالى اليوم راح نقدم لكم عرض عبارة عن عرض استثماري من الدرجة الأولى. طبعا العرض اللي نقدمه لكم اليوم عبارة عن عمارة في منطقة يالنجك، طبعا تبعد عن الشارع الرئيسي 300 متر فقط. العبارة مبنية على مساحة أرض، مساحة الأرض الإجمالية 150 متر، فيها 6 أدوار، كل دور فيها شقة بالإضافة إلى محل أسفل العمارة. طبعا العمارة لها مدخلين، مدخل من الجهة الخلفية من الشارع الخلفي، طبعا هي على شارعين، ومدخل من الشارع الأمامي اللي يكون فيها يعني المدخل تبعها من المحل التجاري. طبعا العمارة مكونة من 6 أدوار، فيها مصعد، عمر البناء فيها 6 سنين، كل دور فيها شقة. طبعا الشقق مساحاتها 100 متر مربع، بالإضافة إنها مؤسسة بالكامل، أثاث جميل، بالإضافة فيها التكييف أيضا بجميع الشقق، وأيضا 4 أدوار منها غير مطلات، لكن آخر دورين اللي هي الطابق الخامس والسادس لها إطلالات جميلة جدا على البحر. شوفوا معنا تفاصيل العمارة ونشوف معاكم الشقة من الداخل. وصلنا الآن للطابق الخامس. طبعا راح أشرح لكم الشقة الآن بالتفصيل. مساحتها 100 متر مربع، فيها 3 غرف بالإضافة إلى صالة، دورتين مياه ومطبخ وبلكونتين. أول ما ندخل مباشرة عندنا طبعا المدخل، على يميننا مباشرة عندنا الغرفة الأولى. المساحة فيها متواضعة، مساحة صغيرة، طبعا أوريدي هي مؤثثة بالكامل. عندنا السرير بالإضافة إلى دولاب، وهنا عندنا مخرج للبلكونة، والبلكونة أيضا عليها جام مسكرة بالكامل. طبعا هنا عندنا دورة المياه الرئيسية، تقدر تشوفوها بالتفصيل، فيها المروش، الكلوزيت، بالإضافة إلى المغسلة. طبعا هاي دورة المياه الرئيسية، وهنا عندنا دورة المياه الثانية اللي هي نظام الأرضي، أيضا جاهزة تقدروا تشوفوها معنا. طبعا هنا عندنا الممر، على يساري مباشرة عندنا الغرفة الأولى، مساحتها أيضا الغرفة الثانية مساحتها أيضا تعتبر متواضعة، فيها سرير مزدوج بالإضافة إلى دولاب. طبعا جميع الغرف والصالة فيها تكييف جاهز. هنا عندي المطبخ، أقدر أوريكم إياها، طبعا جاهزة بالكامل. عندنا الطاولة هذه موجودة بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، جميعها متوفرة. وهنا عندنا الثلاجة، طبعا التدفئة فيها مركزية، موجودة في جميع الغرف والممر. هنا عندي الغرفة رقم 3، طبعا هذه غرفة مميزة لأنه لها واجهة أمامية بإطلالة جميلة. عندنا الدولاب بالإضافة إلى 3 أسرة موجودة، بالإضافة إلى كومودينا وإطلالتها الجميلة، تقدروا تشوفوها معنا. إطلالة كاملة على البحر، أمامنا مباشرة فندق رمادة، وبجانبها الساحل، منطقة خاصة للسباحة، نبعد عن الشارع الرئيسي 300 متر فقط. طبعا هذا التكييف موجودة في جميع الغرف، وأيضا موجودة في الصالة. تفضلوا معنا نطلع للصالة. مساحة الشقة ككل 100 متر مربع. هنا عندنا الصالة، طبعا طقم الكنبات موجودة، ألوانها جميلة مرتبة. عندنا التلفزيون أيضا، بالإضافة إلى مكيف وإطلالة جميلة جدا، تقدروا تشوفوها على البحر. منها نتوجه للبلكونة. تفضل معايا نطلع البلكونة. طبعا حاليا احنا في الطابق الخامس. هذه اطلالتها من البلكونة، اطلالة امامية جميلة جدا على البحر. وفي نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا دائما تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، والأسعار والتفاصيل مسجلة أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ودمتم في أمان الله.